جرت العادة أن نختتم السنة الدراسية على إيقاع الامتحانات والنتائج، ولكن هذه السنة هذه بغيناها تكون نهاية عندها واحد طعم آخر، واحد نكهة أخرى تتمثل في تقاسم والمجهودات بدلها التلاميذ والأساتذة ديالهم بطبيعة الحال وجمعيات الآباء في إطار ما نسميه بتتمين وتعزيز القيم. هذه القيم هي التسامح، هي المواطنة، هي محاربة الظواهر المشينة في الوسط المدرسي. وبذلك في هذه الورشة هذه اللي احنا بطبيعة الحال كنتلقوا فيها واحد مجموعة كبيرة من شركاء المدرسة، كان الهدف وهو يعني ختم السنة الدراسية أو اختتام السنة الدراسية على إيقاع هذه القيم. Avec grand plaisir que je visite une école marocaine où il peut présenter un projet. Nous sommes très fiers d'avoir cette activité conjointe avec le ministère d'Éducation, avec l'URHABITA qui a été alimenté par l'ambassade de Norvège. Je suis ravi aujourd'hui de venir ici, de découvrir tellement de talents au Maroc. النشاط جات فيه مجموعه من المدارس اللي بينها المؤسسه ديالنا اللي تحدثنا فيها على قدمنا فيها الانشطه ديالنا اللي درنا خلال السنه الدراسيه تحدثنا عليها. في المشروع ابيتي دوسي اشتغلت جميع الأندية التربوية وبالخصوص نادي المواطنة وحقوق الإنسان بالاشتغال على مجموعة من المواضيع نلخصها: اولا انتاج ميثاق السلوك المدني والمواطنة والتسامح للمؤسسة، ثانيا لافتات تخلد المناسبات الوطنية، وثالثا مطوية تحسيسية تخص موضوع التسامح، وأخيرا أنجزنا أشرطة مصورة تخص السلوك المدني.